حلقات جديدة على موضوع جديد برضو، وطبعا مشرفنا ومنورنا دكتور محسن حامد، اخصائي البطنة العامة. اهلا وسهلا بحضرتك، وفرصة ان احنا في الفيديو بقى نقول ايه البطنة هي ايه برضو، يعني لان برضو دي حاجة من الحاجات المهمة. تمام، زي ما قلنا طبعا هو البطنة لا تعني البطن، اه فالبطنة يعني الأمراض الباطنة باللغة الباطن، العربية أو الباطنية، اه الأمراض الداخلية جوه داخل الجسم، الجسم يعني فتح ضغط، سكر. تفرع منها كل الحاجات اللي جوه الجسم، أي حاجة جوه الجسم حضرتك تابعة للبطنة، اه يعني انا قلب، اعتقد، صدر، كلى، أي حاجة جوه الجسم انا تابعة. اعتقد مش تحيز، بس اهم حاجه بالذات للشخص اللي مش عارف هو عنده ايه، انه يروح لدكتور الباطنه تمام، وهو يقول له ده كذا ده كذا، وبعد كده يروح للتخصص ما بعد التخصص. ده حاجة مهمة جدا، لأن الأمراض الباطنة هي أم الأمراض، أم تمام الطب كله يعني. تمام طيب احنا طبعا يعني بنتكلم دائما على موضوعات مختلفه، قولون، قلب، ضغط، حاجات كده، بس في موضوعات مهمه حضرتك اصريت ان احنا نعملها، وهي مفيش بيت بيخلو منها، وهو التكنولوجيا وتأثيرها علينا. ليه اخترت الموضوع ده عشان نتكلم فيه؟ الكمبيوتر والتكنولوجيا ما حدش بيستغنى عنها، في الشغل، في البيت، في الترفيه، في العمل، في الجيمز، في كل الناس، كل افراد الاسره بيستخدموها، الكبار والاطفال والصغيرين، حتى النشء الصغير لازم ما يستغناش عنها اه يعني، حتى في بعض البيوت فيها جهازين وثلاثة كمبيوتر، يعني لان لابتوب كلنا للبنت ولابتوب للولد ولابتوب للأب. تمام، لان كلنا فعلا ما بنستغناش عنها، صح حياتنا كلنا فيها، حتى دلوقتي اللي بيشتغل من بيته، اللي بيلعب في الجيمز، كلنا بنشتغل طبعا، وحتى يمكن كورونا ادتنا يعني ارتباط اكتر يعني. تمام. فطبعا لازم لما نيجي نستخدم حاجه نستخدمها بطريقه صح، علشان نستفيد منها ونطلع منها الاداء اللي انا محتاجه بصحه اكتر وبراحه اكتر. لو تمام استخدمها بطريقه خطا مش هبقى مستريح صحيا ولا نفسيا، ولا هعرف انتج منها الانتاج اللي انا عايزه، سواء كنت بشتغل في البيت او ان انا بعمل اي حاجه. فلازم ابعد عن المخاطر الصحيه الناتجه عن الاستخدام الخاطئ للكمبيوتر. تمام. طبعا في حاجات كثيرة ان شاء الله هنتكلم فيها، واكيد الكيبورد، واكيد الشاشة والبرينتر، يعني في حاجات كل ما له علاقة، والويفز طبعا اللي هي المايكرويف، مش المايكرويف، انا بقولها مايكرويفز، بس الواي فاي كموجات كهرومغناطيسية مؤثرة طبعا. تمام، كل حاجة لها علاقة ريليتد للكمبيوتر، لها علاقة بالكمبيوتر، لها مخاطر صحية معينة لازم استخدمها بالطريقة الصح. تمام زي ما حضرتك قلت انه السكينة نفسها لو استخدمها بالطريقة الخاطئ تعورني، استخدمها بالطريقة الصح هستفيد منها أقصى استفادة. الكمبيوتر والتكنولوجيا دلوقتي حاجات جديدة لسه بقالها 20 سنة، فلازم من دلوقتي أخلي بالي من صحتي وأنا بستخدمها، مش أنتظر كمان 50 60 سنة عشان حد يجي بحث يجي يقول لي ده الموضوع ده احنا اكتشفنا له علاقة بمرض معين. لا، انا من دلوقتي اخد بالي الوقاية خير من العلاج، خلي اخد بالي وانا بستخدم. تمام، حلقات مهمة جدا، ويمكن أول مرة نتكلم فيها باستفاضة شوية، وهي في رمضان وفي العيد وفي كل وقت أكيد هتبقى مهمة، لأن إحنا ارتباطنا بقى طول الوقت وطول السنة، وحتى وإحنا قاعدين في السرير شغالين على الكمبيوتر، فيعني ربنا يحمينا ويسترها. ومع حلقات الدكتور محسن حامد أكيد أكيد هنستفيد بإذن الله. كل سنة طيبين، ويا رب إن شاء الله هذه الحلقات الجميلة تبقى مفيدة للجميع، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني. شكرا لحضرتك يا دكتور، الله شكرا يخليك، شكرا، فرصة سعيدة جدا. الله يخليك.